السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش عليكم نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. الميركاتو الصيفي، مغربي جديد يقترب من خلافة أشرف حكيمي في بروسيا دورتموند. محكمة أمريكا تصدر أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. عاجل، الوضع داخل مخيمات تندوف يتجه نحو النكسة بعد فرار الأطقم الطبية والعصابة تكتفي بالتفرج. الجزائر والبوليزاريو في قلب فضيحة إرشاء زعيم المعارضة في الدومينيك لاستمالة الحكومة ضد المغرب. محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من قبل الجيش الجزائري. فيديو الملك محمد السادس بسواحل سبتة يثير ضجة بالثغرة المحتلة. مرحبا بكم من جديد. عاما اعتادت فيها جماهير كرة القدم المغربية على متابعة نادي بروسيا دورتموند الألماني بحالة كبيرة من الشغف من أجل عيون أشرف حكيمي الذي كان معارا من ريال مدريد الإسباني. ورغم رحيل حكيمي عن دورتموند عقب انتهاء إعارته من ريال مدريد وانتقاله إلى إنتر في الموسم المقبل، إلا أن الجماهير المغربية ستكمل متابعة الفريق الألماني في الموسم المقبل في ظل اقترابه من ضم لاعب مغربي جديد. وقال موقع لو دي سبورت الفرنسي إن نادي بروسيا دورتموند يرغب في التعاقد مع المغربي أمين حارثة لاعب شركة خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق في الموسم المقبل. حارثة تألق بشكل خاص خلال الموسم الماضي حيث سجل 7 أهداف وصنع مثلها في خلال 28 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات. المستويات المتميزة التي قدمها حارثة جعلته محط اهتمام بروسيا دورتموند الذي يرغب في تدعيم خط الوسط استعدادا للموسم المقبل. من جهته يخطط نادي شالكا لبيع عدد كبير من النجوم في فترة الانتقالات الصيفية لأسباب اقتصادية في ظل المشاكل المالية الكبيرة التي يعاني منها جراء تبعات الفيروس التاجي. أصدرت المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات سعد الجابري، وفق ما أوردته قناة الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام أمريكية. وأوضحت ذات المصادر أن استدعاء محكمة واشنطن تشمل 13 شخصا من بينهم مقيمان في الولايات المتحدة بالإضافة لولي العهد السعودي، مضيفا أن أمر قرار تضمن أيضا استدعاء المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني. كما أنه استدعت المحكمة مقيمين في الولايات المتحدة وهو يوسف الرجيحي وليلى أبو جديل، ويلاحق سعد الجبيري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المحاكم الأمريكية بعدد من التهم، منها محاولة اغتيال على طريقة جمال خاشقجي. يستمر الوضع داخل مخيمات بتندوف في تدهور بسبب التكتم الشديد للقيادة على الوضع الحقيقي لانتشار الوباء، وتزايد مع حالات الغضب والاحتقان بين العائلات التي يعاني بعض أفرادها من أعراض المرض دون أن يجدوا الرعاية الكفيلة من السلطات، حيث أنه وإلى حدود اللحظة لا توجد إحصائيات رسمية. إذ تشير المعطيات التي توصلنا بها تفيد أن أعداد الإصابات في تزايد مستمر وباضطراد متصاعد، وتضاعف الأرقام بشكل مهم ومخيفة، وأن الوفيات تحدث مؤخرا داخل المخيمات جلها كان يعاني من أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس. كما يتداول عدد من الموظفين داخل المخيمات تسجيلات صوتية على تطبيق الواتساب تؤكد ارتفاع عدد الأشخاص الذي بدأت تظهر عليهم أعراض المرض وأصبحت حالتهم في وضع متقدم ومتدهور، ولم يستفيدوا من البروتوكول العلاجي الذي تقول القيادة المزعومة أنه متوفر بكميات كبيرة. كما أن السلطات لم تخدع من ظهرت عليه الأعراض وأسرهم للتحليل المخبري والكشوفات السريعة، وتكتفي بالتفرج على الوضع المتفاقم الذي ينذر حسب التسجيلات بالكارثة المشوكة الحدوث. كما أفادت عدد من النشطاء الصحراويين أن المستشفى الجراحي بالرابوني يعاني من كل الأصعدة، وأن به نقص حاد في الأطقم المكونة من طبيبين كوبيين وطبيبين صحراويين وبعض المتطوعين في سلك التمريض، فيما الآخرون في حالة فرار من المعركة ضد الوباء التاجي، وأن القيادة تراهن على مستشفى الجزائري بمدينة تندوف لإنقاذ
ما يمكن إنقاذه من الضحايا داخل المخيمات. تضيف المصادر أن الوضع يزداد سوءا من قلة الحملات التوعية وأيضا ضعف البنية التحتية وغياب شبه كلي للماء الصالح للشرب والتطهير الصحية بمعظم المخيمات، ويزداد الوضع سوءا غياب المعقمات وارتفاع درجة الحرارة حيث لم تتحرك العصابة بعد لفرض الحجر والتباعد بين الأفراد كما جرى في معظم دول العالم. تصدرت فضيحة جديدة تورطت فيها البوليزاريو وداعمها الجزائر اهتمامات وسائل الإعلام في أحد بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. فقد أوردت صحيفة ياك نيوز الكاريبية أمس الاثنين أن الحركة الانفصالية دفعت أكثر من 500,000 دولار إلى زعيم المعارضة في كومنويكس الدومينيك لينوكس لينتون لتمويل حملة الانتخابات العامة لسنة 2017. وأفادت الصحيفة بأن القضية تعود إلى أكتوبر سنة 2017 عندما التقى لينتون ونائبه كريسبين مع زعيم البوليزاريو إبراهيم غالي، وذلك نقلا عن مقال نشره موقع EGUS معززا بصورة للإجتماع. وتابعت اليومية أن عضو البرلمان وزعيم المعارضة زار إبراهيم غالي في أكتوبر 2017 حيث أعرب عن دعمه للأهداف الانفصالية لإبراهيم غالي الذي يواجه تهم جنائية خطيرة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية. وأورث المصادر ذاتها أن لينتون تلقى مبلغ 500,000 دولار من جبهة البوليزاريو كتمويل لحملته الانتخابية، وعرض عليه غالي أسمدة للمزارعين الدومينيكانيين، لكن لينتون لم يتابع الأمر منذ حصوله على الأموال المطلوبة. ولكي تبرز خطورة هذه القضية أشارت الصحيفة الكاريبية إلى أن الفضيحة تناقلتها أيضا وسائل إعلام أوروبية والتي تناولت بالتفاصيل هذه الفضيحة الجديدة التي توردت فيها الحركة الانفصالية. تناقلت وسائل إعلام محلية بسبتة المحتلة على نطاق واسع الفيديو الذي انتشر يوم أول أمس الأحد، والذي وثق فيه لما يقال أنه تجول للملك محمد السادس على متن يختي بالقرب من شواطئ المدينة السليمة. الفيديو المثير خلف جدلا كبيرا بالأوساط السياسية داخل المدينة، حيث أكدت مندوبة حكومة سبتة المحتلة عن عدم توفرها على أي معلومات بخصوص الجولة التي قام بها العاهلة المغربية، وهو ما اعتبرته الصحافة المحلية جوابا غير مقبولا. وأضافت ذات المصادر أن تحقيقا داخليا قد تم فتحه من أجل معرفة ما إذ كان الفيديو المتداول حقيقيا، وكذا لتحديد تاريخ ومكان تصويره بشكل دقيق. قال صالح الأزرق مذيع قناة الجزيرة أنه وصله تسريب لم يتأكد من صحته أن قبل 4 أو 5 أيام كانت هناك محاولة للإطاحة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من قبل بعض جنرالات وضباط الجيش الجزائري. وقال صالح الأزرق أنه من قام بحمايته هو الحرس الجمهوري، وقال أيضا أن السبب في ذلك هو الضابط العسكري الذي تمت استعادته من تركيا والذي يعتبر الصندوق الأسود أو قصة حياته الجنرال السابق القيد صالح والذي اسمه قرميطة بونوار. وقال نفس المذيع أن استعادة هذا الرجل أغضب بعض القوى الجيش والذين كادوا أن يطيحوا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك قبل 4 أو 5 أيام. وقال مذيع صالح الأزرق أنه يقول هذا التسريب بحذر شديد، وقال أنه لا يؤكده ولا يستطيع أن ينفيه. إخواني لهنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، ما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدا إن شاء الله.